اهلا وسهلا بيكم. انا دكتور رائف ملاك، استاذ امراض باطنه جامعه عين شمس، والنهارده من مؤتمر السكر في مصر دايا ايجيبت. جالنا اسئله من بعض المرضى عن احتياج المريض السكر ان هو ياخد الادويه بتاعته حتى في الايام اللي هو بيشعر فيها بالراحه. الحقيقه السؤال ده سؤال مهم، ومن خلال العمل بتاعنا وتعاملنا مع المرضى بنجد انه ده خطأ شائع. ده هو ان بنشوفه frequently، ان المريض اللي شعر بالتحسن يروح يوقف العلاج. الكلام ده بيحصل للمرضى اللي بياخدوا ادوية ضغط، ادوية كوليسترول، ادوية سكر، واحنا بنقاوم التوجه ده. هو أساس المشكلة دي إن المريض مش مدرك إيه هو المرض المزمن. المرض المزمن يختلف عن المرض الحاد، فإن هو علاجه علاج دائم طويل المدى. المرض الحاد باخد علاج لي وأيًا كان، براحة أو مضاد حيوي. أما المرض المزمن فهو مش بيروح، لكن أنا بعالجه علشان أتجنب المضاعفات بتاعته. فطبعا على رأس الأمراض المزمنة مرض السكر، مرض الضغط، مرض الكوليسترول، في كثير من الأحيان أمراض الغدة. المداومة على العلاج وقاية من مضاعفات على المدى الطويل، وهنا المداومة مقصود بيها باستمرار. ممكن العلاج يتغير مع مرور الوقت، ممكن العلاج يعدل لنشوء ظروف مختلفة، ممكن مريض السكر يسعى في إنقاص وزنه وسكر النوع الثاني ويخس خسسان ملحوظ، السكر يتحسن وما يحتاجش دواء فعلا. لكن لا ننصح أن المريض يوقف الدواء من نفسه، لازم يراجع الطبيب، وما عدا ذلك لابد من المداومة عليه. السؤال الثاني برضو اللي جالنا من بعض المرضى خاص بأهمية قياس السكر في الدم. قياس السكر في الدم له أهمية كبرى، أدركناها من المرضى اللي تغلبوا على السكر. في بعض المرضى نجحوا نجاح شديد في تنظيم السكر. في كل المرات كان دائما مفتاح النجاح إن هو بيقيس السكر مرات متعددة يوميا. ليه؟ لأنه السكر يتداخل فيه عوامل عديدة. فأنا ممكن أكون واخد علاجي، واخد الحبوب أو الإنسولين، ومنتظم في الأكل، لكن يجد أمور أخرى نفسية، معنوية، حركية تأثر في السكر، فأبص ألاقي السكر عالي وأنا مش مدرك ليه. بعض المرضى يقولوا أنا بحس بالسكر لما يعلى وأنا بحس بيه لما يوطى. بنجاوبهم ده كلام مظبوط، لكن حضرته هيحس بالسكر لما يعلى قوي فوق ال 250، هيخش التواليت كتير، وهيحس بالسكر لما ينخفض جدا يوصل 70 60 50، هيشعر بدوخه او عرق او ضربات في القلب. لكن العلاج الناجح يهدف الى انه هو يظبط السكر بين رقم ال 100 وال 150، بحيث ان انا ما اوصلش لرقم ال 200. فهذا الجزء المطلوب المريض مش هيحس بيه ولا ارتفاعا ولا انخفاضا، ومن هنا أهمية قراءة السكر بجهاز المنزلي مرتين ثلاثة في اليوم، 4 مرات إذا أمكن. وتزداد أهمية التحليل اليومي في الحالات بتاعة الحمل، في حالات الجراحة، في حالات القدم السكري، وكمان في مرضى السكر النوع الأول اللي بياخدوا جرعات متعددة من الإنسولين، لابد إن هي تدعم بقياسات متكررة للسكر في حدود 3 إلى 4 مرات يوميا. وأشكركم.